خوف وقلق يجتاز دول العالم بسبب انتشار فيروس كورونا. كل هذا تكشفه هذه الخريطة التي ترسم مراحل تفشي الفيروس. لم يعد السؤال أي من البلدان لم تشمله عدد الإصابات والوفيات، وإنما أيهما لم تشمله بعد. لم يأتي القلق البالغ الذي عبرت عنه منظمة الصحة العالمية من فراغ، فكورونا يسارع في انتشار دون أن يجد في طريقه لحد الآن لقاحا يقف عند حده. المغرب كذلك لم يسلم من هذا الفيروس، حيث تم تسجيل أولى حالته في ثاني من شهر مارس 2020. قد ازداد عدد المصابين تدريجيا إلى أن وصل للحدود يوم الثلاثاء 17 مارس 2020 إلى 38 حالة مؤكدة، بالإضافة إلى تسجيل حالتي وفاة لحد الآن. وسعيا إلى الحد من هذا الوباء الجديد، فقد عملت الحكومة المغربية إلى اتخاذ العديد من التدابير الوقائية للحد من عدد الإصابات، ويأتي أهمها في إلغاء جميع المواسم الدينية مهما كان حجم التجمعات التي تشملها، وإغلاق المساجد والمقاهي والقاعات السينمائية والمسارح وقاعات الحفلات والأندية والقاعات الرياضية والحمامات وقاعات الألعاب وملاعب القرب في وجه العموم، وتوقيف الأنشطة الثقافية والدراسية بجميع المؤسسات مع اعتماد الدروس عن بعد. وأيضا قامت وزارة الخارجية بتعليق الرحلات الجوية والبحرية. دعونا إذن نتعرف على هذه الجائحة التي خلقت توترا عالميا. فيروس كورونا هو فيروس يسبب مرضا حادا في الرئتين، ومنها حصل على اسمه كورونا، وهو من الفيروسات ذات الحمض النووي الريبوزي. هذا التكوين الوراثي يسمح له بالتناسخ بسرعة داخل الخلايا والانتشار سريعا بين البشر. ومن أعراضه الحمى والسعال وضيق في التنفس، وأحيانا تتطور الإصابة إلى التهاب رئوي، وقد يتسبب في مضاعفات حادة لدى الأشخاص ذوي الجهاز المناعي الضعيف والمسنين والأشخاص المصابين بأمراض مزمنة مثل السرطان وداء السكري وأمراض الرئة. وللوقاية من هذا الوباء يجب تجنب مخالطة أي شخص لديه أعراض البرد أو الأنفلونزا، المداومة على غسل اليدين جيدا بالماء والصابون، استخدام المناديل عند السعال أو العطس ثم غسل اليدين، إلقاء المناديل في سلة المهملات المغلقة، المحافظة على العادات الغذائية السليمة. وعند ظهور أي من هذه الأعراض فعليك أولا الحد من مخالطة الأشخاص، ثم ارتداء قناع طبي والاتصال بالرقم الاقتصادي ألو اليقظة الوبائية. ما تنسوش تتابعونا في قناة اليوتيوب ديالنا وفعلوا خاصية الجرس باش يوصلكم كل جديد. ديروا شير للفيديو وبارتجوا الفيديو مع أصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي.